السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ما زال كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم السابع لوصول الغنم، الحلقة 13. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قص الأغنام، إمتى تقص الغنم ووقت قص الغنم، وإزاي تعرف الخروف عاوز يتقص، وإيه فايدة قص الغنم. كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. حلقة دلوقتي إن شاء الله عن هنكمل موضوعنا اللي هو بتاع امبارح، موضوع اللكمه. طبعا انا نزلت امبارح الفيديو عن اللكمه ووريتك اللكمه. انا بالقصد طبعا زودت العلف سريع، سرعت في زياده العلف، زياده كميه العلف يعني اليوميه، عشان خاطر تحصل عندي لكمه. بس اللكمه مدروسه وانا عارف. المهم عشان ما اطولش حلقه النهارده، اللكمه طبعا شفتوا اللكمه، شفتوا لما حطينا العلف امبارح نص الغنم ما اكلش، نص الغنم ما هجمش على العلف، اكتر من نصه كان سايب العلف خالص وما حطتش غير 2 كيلو بس اخر النهار للحالات اللي ما اتلكمتش. هتشوف دلوقتي معايا الحاله ازاي عشان اوريك انا ده كله لكمت، بس لكمه انا عندي مش هتضرني، بالعكس زودت شويه العلف، غنم اتلكمت، اللي اتلكم ده انسى ان شاء الله انه يتلكم تاني، خلاص الغنم اللي اتلكمت انسى انها تتلكم تاني. عاوز اشوف الحالات في خلال 24 ساعة. قلت لك ما استخدمتش أي دواء وما استخدمتش أي علاج. أدي الحالة فين؟ اللي كانت بتسهل امبارح. أهي تقريبا اللي اتقصت دي. أهي. لا لك من ورا. أهي. هي دي. شوف ما شاء الله الحالة نشفت خالص. ما فيش فيها أي مشكلة. أهي. في خلال 24 ساعة من غير أي علاج، من غير أي دواء. ما فيش فيها أي مشكلة. بس مش هقدر امسكها لك دلوقتي عشان ارفع لك الكليه بتاعتها. اهي اهي بسرعه ناشفه، ما فيش فيها، واضح ان ما فيش فيها اي مشكله، كانت بارت رجلها وسخه طريه، لكن ده خلاص نشفت على كده. المهم دي كده من غير اي علاجات، من غير اي ادويه، قطعنا العلف يوم واحد بس، وطول الوقت دريس علف مفتوح، ده كل يوم الدريس مفتوح ما فيش منه اي مشكله. طبعا هنشوف دلوقتي الغرم مع بعض. الكميه رجعنا لقد ايه؟ احنا اخر مره وصلنا لكام؟ ل 11 كيلو. ل 11 كيلو وحصلت اللكمه. دي اهو الجرد المليان علف اهو. هنحطه على الميزان اهو. طبعا الجزء اللي مش متصفر ده، ده وزن الجرد الفاضي. عشان اوريك الميزان هنحطه بالظبط. 9 كيلو بالظبط. رجعنا ل 9 كيلو. يعني نقصنا العلف شويه. بس عشان الغنم برضك لما تبقى لسه فايقه من اللكمه ما بتكونش اكلتها اللي هي المظبوط. شوف الغنم دلوقتي هتعمل ايه في العلف معايا. بص. ارجع لفيديو امبارح عشان تعرف الفرق. 24 ساعة من الفيديو ده للفيديو ده بالظبط، احنا في وجبة العشاء اخر النهار اهو، وامبارح كانت وجبة العشاء. بص الغنم ما شاء الله، شوف الغنم. عشان الناس اللي بتقول زعلت وصعبانة عليا، لا ما تخافش، انا لكم الغنم بالقصد عشان تتعلم وتعرف وما تخافش. شوف الغنم، اتفرج ما شاء الله، شوف بيزقوا ازاي على بعض. شوف بيزقوا بعض ازاي. اهو اهو كله مترصص فيما عدا دي بس اللي ممكن لسه مش هتزعلني خالص. اتفرج عليها بكره. دي رقمها كام؟ اهي 192. دي 192، مفيش اي مشكله. دي كده فاتت بس 24 ودخلت كمان في العلف اهي دلوقتي. اهي اتفرج على الغنم اهي ما شاء الله بالكامل مترصصين على العلف. اهو شوف تدافعهم على العلف ازاي. سامع الصوت؟ اسمع، هنسكت لدقيقة عشان تسمع صوت الأكل. سامع؟ يعني الشهية الحمد لله رجعت. 24 ساعة. يا ريت طبعا اللي عنده أي سؤال يعلق بالسؤال بتاعه وأنا بجاوبه بالتفصيل على قدر المستطاع. بنجاوبك لسؤالك طالما أنت بتسأل عشان من أجل المعرفة، مش تعليقات ملهاش أي لازمة. يا ريت توفرها وتسكت. أنا مفيش أسهل من عملية إخفاء من القناة وأخفيك من القناة خالص، مفيش أسهل منها. بس أنا بحب الآراء كلها تظهر، بس يا ريت اللي يعلق يعلق بأدب، يعلق سؤال عاوز يعرفه
يسأل وأنا بجاوبك إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. أنا بجاوب على كل الأسئلة وأنا عارف ما تعرفوش بياخد مجهود قد إيه، لأن أنت عارف اليوتيوب كلها أسئلة كتابة فقط مفيش صوت. أنا لو صوت هيوفر عليا ووصلك معلومة بالتفصيل أكتر ويبقى أسهل، غير الكتابة. الكتابة بتاخد وقت طويل وأنتوا فاهمين دي مشكلة اليوتيوب، مشكلة القناة. فأنا قدر المستطاع اللي يسأل يكون سؤاله من أجل المنفعة، عاوز يعرف حاجة وما يكونش إجابته موجودة في الفيديو، يسمع الفيديو كويس وبعد كده يسأل براحته. هجاوبك والله ما تخافش، إن شاء الله هنجاوبك. أنا يوميا بنجاوب على أكتر من 100 تعليق أو 150 تعليق في اليوتيوب فقط لغي. بص على الغنم من أول واحدة لآخر واحدة، الحمد لله مفيش أي حاجة قطع أكل في الزريبة أهي، الزريبة كلها فاضية أهو. الغنم أهي كلها الحمد لله مرصوصة على العلف وحطينا العلف تاني، مفيش أي مشكلة. كده وصلنا إن شاء الله، اللكمة كده إن شاء الله عدت من غير أي مشاكل ولا أي تعب. كده خلصنا موضوع اللكمة، اتفضل لنا إيه تاني إن شاء الله. أسئلة كتير بتجيني عن المصاريف، المصاريف، الأسعار، الأسعار، الأسعار. والله حاضر، اصبروا هنوزن إن شاء الله. كده قصينا الغنم، الغنم أول أسبوع بتكون معدل زيادتها أعلى ما يكون، لما بالذات لما تكون غنم ما وقفتش على علف، غنم مش واقفة على علف، كرشها بيبقى فاضي، بتاكل بشهية، كرشها بيتملي، فبتدي وزن في الكرش مش في اللحم. فأنا بستنى عليها أول أسبوع تظبط، عشان أنا هتابع معاك كل أسبوع إن شاء الله، أو 10 أيام هنوزن، كل أسبوع أو 10 أيام هنوزن عشان تعرف الزيادة ماشية إزاي. فأنا ممكن أضحك عليك وأوزن لك الغنم أول ما تيجي، وأول أسبوع أوزنها لك وأقول لك شوف معدل التحويل، واللي يقدر يجيب معدل تحويل زي كده. لا، أنا مش هضحك عليك، انا بديك الحاجه الطبيعيه على قد ما نقدر، بديك الحاجه الطبيعيه على قد ما نقدر الطبيعي. مش عاوز اوسع لك العمليه وافرحك بالعمليه وفي الاخير تيجي تعمل في الواقع العملي في التجربه العمليه تلاقيها العمليه خربانه خلاص، العمليه 180 درجه معكوسه. لا، بحاول قدر المستطاع اديك النتيجه العمليه المظبوطه. فانا كده الغنم اتقصت ان شاء الله باذن الله، وش كده شبه اتعودت على العلف ما شاء الله، شبه تعودت على علف كويس ان شاء الله. الغنم خلاص كده رجعنا قلنا ل 9 كيلو، بكره ان شاء الله هنحط ال 11 كيلو وبعده ال 12 كيلو، وهنوزن الغنم ان شاء الله بكره باذن الله اذا استطعنا ان شاء الله. وهيكون الفيديو كامل من اول واحده لاخر واحده عشان تعرف اوزان الغنم كام، وتتابع معايا بمعدل الزياده بتاعتها. كده الصوفه قلنا قصينا الصوفه خلاص، مفيش حاجه هتتشال من عليها، الغنم اتعودت على علف. كده نعرف الوزن الطبيعي بتاع الغنم، وهنعرف معدل الزياده الحقيقي بتاع الغنم. وفي النهاية طبعا متنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.